بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أبى تلاميذ وتلميذات الثانوية التأهيلية محمد الفاسي بالمنزل إلا أن يشارككم ويشارككن أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا من خلال هذا الفيديو الرائع. فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي إلهام بوملال، تلميذة السنة الثانية بكالوريا شعبة العلوم الفيزيائية بالثانوية التأهيلية محمد الفاسي بالمنزل. أولا وفي بادئ الأمر أود أن أتقدم بالشكر الخالص لأستاذتي ولكافة الأطر التربوية والإدارية لإعطائهم فرصة لنا لتقديم آرائنا حول ما استفدناه من جائحة كورونا. نعم أصدقائي صديقاتي، فهذا الوباء قد تسبب في مقتل العديد من الناس وقد خلف ضحايا كثيرة ربما ذاتنا، لكن هذا الوباء أيضا جعلنا ندرك أنه جاء ليضع النقط على الحروف وليعطي لكل ذي حق حقه. فعلمتني كورونا أهمية النعم التي كنا في غفلة عن شكر الله تعالى عليها، عن قيمة الحياة الطبيعية التي كنا نعيشها وكنا نتضمر منها، عن قيمة الأشياء البسيطة التي كنا نفعلها والآن أصبحت من متمنياتنا. ماذا علمتني كورونا؟ Grâce au corona, mes amis, on a observé une diminution dans le pourcentage de la pollution de l'environnement. En effet, on a une diminution de pourcentage de réchauffement climatique. En conséquence, on a une amélioration dans le trou d'ozone. As-salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, Muhammad sallallahu alayhi wa salam. أقدم لكم نفسي زين بالعمل، أدرس بثانوية محمد الفاسي المنزل إقليم صفرو بالسنة الثانية بكالوريا علوم فيزيائية. بادئ ذي بدء أود أن أتوجه بشكر جزيل لطاقم مؤسستي من أجل هذه الفرصة التي أتاحها لي للتحدث عن موضوع الساعة ألا وهي جائحة كورونا وما تعلمنا. علمتني كورونا قيمة الأهل في حياتنا، فلا معنى للحياة بدون أهل. حقا أصبحنا ندرك أهمية ومكانة صلة الرحم التي أوصى بها الله عز وجل. أصبحنا ندرك أهمية العلاقات الأسرية التي أصبحت تتلاشى بسبب وسائل التواصل الاجتماعي التي قربت البعيد وبعدت القريب. فيروس كورونا أيضا جعلني أتحلى بأنبل القيم كقيمة الصبر والمحبة والإخاء. Hello dear teachers and students. Firstly, let me introduce myself to you. My name is Yasin Mufti. I'm 16 years old. I study in El Menzil City in Mel Fassi High School as a French African Common Core student. Today's topic is the international pandemic coronavirus, pros and cons. Before starting, I want to send a message of thanks and proud to all the administrative and educational frameworks for all the efforts that they've done during this ordeal. We're talking about the cons, we can say a lot of things. Firstly, the numbers of affected and dead people are going day by day. Secondly, the tourism leaked due to the closure of the borders. Thirdly, the economy has weakened all around the world. But the bright side of it that we didn't notice guides us to the pros. Coronavirus taught us the value of society, where we see the latter begins to revive many concepts that we've forgotten, such as solidarity, fraternity and independence and so many other concepts. هذا الفيروس قد أعطانا درسا وعبرا لكي نعي مفهوم الحياة ودورنا على هذه البسيطة ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى بأقوالنا وأفعالنا، حيث تضطر المجتمع إلى التآخي والتآزر لكي نقضي على هذه العلة. العالم بأسره وصفدت العلماء والأطباء والسياسيين والاقتصاديين، وأيضا جعلتنا نتفكر في نعم الله الكثير علينا مثل نعمة التجوال التي أصبحنا محرومين منها رغم عناء. علمتني كورونا أهمية العلم والمعرفة بين أفراد المجتمع، فبوعينا يمكننا أن نتجاوز هذه الأزمة، وبجهلنا يمكننا أن نتسبب في دمارنا ودمار حياة أناس كثيرين. Parmi les avantages du coronavirus, on trouve la réduction de la pollution de l'eau. C'est grâce aux bateaux à moteur qui ne fonctionnent plus, il y a une forte réduction de la pollution de l'eau. En même temps, on trouve le trafic automobile a baissé de 35% par rapport à l'année précédente. Aussi, nous avons revu nos priorités pour renouer avec les علمتنا كورونا أن لا فرق ما بين غنيين وفقير، أي كلنا سواسية. الجائحة أغلقت أبواب مدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا، وأصبحنا نشتاق لمقاعدنا وأطورنا، أو بصيغة أخرى
ما هي الإيجابيات التي استفدتها بعد تفشي فيروس كورونا؟ علمتني كورونا أن التضامن والتعاون والتآخي والتآزر هم السبيل الأمثل لتجاوز المحن والصعاب والشدائد والمحن. حقا لقد أصبحنا ندرك أهمية الأطر الطبية والعسكرية والتربوية وأيضا عاملي النظافة، إنهم هم ركائز مجتمعاتنا وأعمدة مجتمعاتي، وليس التافهين والتافهات الذين تواروا عن الأنظار ولو بصفة مؤقتة. لما نهد الفيروس الاعتماد على النفس. بالنسبة لي أنا كتلميذة وكمواطنة مغربية، ففيروس كورونا قد علمني الكثير. فيروس كورونا قد جعلني أقترب أكثر من عائلتي، جعل بيني وبين عائلتي علاقة وطيدة جدا، ليس فقط علاقة ابنة بوالديها أو بعائلتها، وإنما علاقة صداقة أيضا، فقد أصبحت أتقاسم أكبر المشاكل التي أواجهها مع عائلتي. وبدوري سوف أتحدث عن بعض الإيجابيات التي تسبب بها هذا الفيروس والتي تعد متعددة، أهمها على الإطلاق أنه وضع البشر في موضعهم الحقيقي والطبيعي، فالكل استفاق على ضعفه أمام فيروس لا يرى ولو حتى بالعين المجردة. مجرد فيروس وضع العالم موقف خوف، موقف هلع، موقف عزل، فعل به ما لم يخطر على بال البشرية، وعرف الإنسان مكانه الحقيقي. ومن الإيجابيات كذلك نذكر عودة الأسرة، عودة الدفء، عودة الروح الأسرية، والتفاف الأسرة حول مائدة الطعام، والتواصل بين الأب والأم والأبناء، وزيادة التماسك والترابط بين الأسرة، كلها أمور إيجابية التي تساعد في خلق مناخ صحي تفاعلي داخل الأسرة الواحدة. ومن الأشياء الإيجابية أيضا التي تسبب فيها هذا الفيروس نذكر النظافة، حيث سيطرت على كل واحد منا وساوس النظافة. علمتني كورونا أن الإنسان يجب أن يراجع ذاته باستمرار، وأن يعرف حجمه الحقيقي في هذا الكون، ليعرف أنه مخلوق ضعيف جدا أمام قدرة الله عز وجل. علمتني كورونا أن سنة 2020 هي السنة الأنظف والأرقى، فرغم المخاوف الذي سببها هذا الفيروس في نفوسنا، إلى أنه أتاح لكوكبنا أن يلتقط أنفاسه وأن يتخلص من شتى أشكال التلوث الناتجة عن مختلف الأنشطة البشرية. وهنا يمكننا استحضار قوله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. بعد تفشي فيروس كورونا أصبحت لدي ثقافة شاسعة، سواء بالمحيط الذي أعيش فيه أو المحيط الخارجي. أيضا أصبحت أتعلم بعض اللغات. كورونا جعلتني أعود لممارسة هوايتي، فأبدعت بتشكيل وزخرفة أشياء بسيطة في غرفتي. غسل الأيادي والوجه باستمرار، واستخدام المطهرات في العمل وفي المنزل وفي كل مكان. الجميع امتنع عن السلام بالأيدي وترعى على عهد التقبيل، إما بدع أو بدون داع. وإمعانا في السلامة نجد البعض يرتدي الكمامة والقفازة الطبي، وهذه أشياء يجب أن نحرص على أن تكون معنا وأن تستمر في حياتنا وتتحول إلى عادة تصاحبنا وقت الفيروس ووقت القضاء على الفيروس. سلط الضوء على مجموعة من القيم كنا غافلين عنها، مثل المعنى الحقيقي للأسرة، وأيضا أصبحنا نعرف حق المعرفة الأشياء التي كنا نجهل قيمتها، مثل الخروج مع الأصدقاء وممارسة الرياضة وكذا الذهاب إلى المدرسة، ومجموعة من الأشياء كنا نتضمر من القيام بها. والآن أتمنى لو أن الحياة تعود كما كانت في طبيعتها قبل هذه الجائحة. كورونا ا ديزافونتاج بلوس كو ديز انكونفينيون. بار اكزومبل نو لي ترون كومون بور لا بروميير فوا نو تيرمينون نوتر بروغرام سكولير. Alors mes chers amis, grâce à Corona ou à la quarantaine, mes compétences en dessin en matière de sciences naturelles sont très élevées. Par exemple, le dessin, c'est l'organe reproducteur mâle, organe reproducteur femelle. Ça, c'est une coupe longitudinale d'un corps femelle. Ça, c'est un cycle de vie. J'ai aussi, mes amis, grâce à Corona, j'ai pu réaliser un
rapports de la reproduction sexuée chez les pondateurs que vous voyez, mes amis. Si mes amis, j'ai réalisé un merveille dans le premier chapitre, la sortie écologique. Vous voyez, c'est une merveille. Alors, j'ai choisi le baril rose avec ses informations, le de récolte, etc. بعد تفشي فيروس كورونا أيضا أصبح من المحتمل أن نقول أن سنة 2020 هي الأنقى سواء من حيث تلوث الهواء أو المياه أو المحيطات أو البحار وذلك بفضل الحجر الصحي. كورونا علمتنا العديد من الأشياء. علمتنا كورونا التحدي بالصبر ثم الصبر والمسؤولية وعلينا أن لا نقنط من رحمة الله تعالى فإن رحمة الله واسعة جدا. One knows that the power of the countries doesn't really reside in its country managers, its infrastructures. And among the benefits of coronavirus is the factory shutdown did really good job in reducing pollution, which helped in stopping the widening of the ozone hole. Coronavirus pandemic's impact on the carbon emission. Greenhouse gas emission have plagued the youth to the rapid decline in the travel and the economic activity. كورونا علمتنا أن العون والمدد يكون من عند الله تعالى ليس بالعتد ولا العدة ولا اقتصاد الدول. فأقوى الدول ها هي الآن تعاني من هذا الوباء الفتاك في حين أصبح يضرب المثل بوطننا الحبيب. كما علمتنا كورونا أن من أهم صفات القائد اتخاذ القرار والعزم والتوكل على الله وحب الرعية. وهذا ما قام به صاحب الجلالة نصره الله وأيده مفكرا في سلامة مواطنه قبل اقتصاد الدولة وجلب المال.